مستشرق فرنسي يستحق بجدارة أن يوصف بأنه مستشرق غير عادي، استثنائي بمعنى الكلمة، نموذج فذ عبقري. في إيه بقى؟ في تأكيد تلك الصلات الثقافية بين الشرق والغرب. البعض بيهاجموا والبعض وصموا بالتأكيد، المتشددين هم اللي وصموه بأنه أتى مع الاستعمار. لكن لما نقرأ في كتاب شخصيات قلقة في الإسلام دكتور عبد الرحمن البدوي الفيلسوف المسلم الشهير، يقول إن خسارة الدراسات الإسلامية بوفاة المستشرق العظيم لويس ماسينيون خسارة لا تعدلها خسارة، فهو من بين المستشرقين في مكانة لا يضارع فيها إلا نولدكا وجولدتسيهر. يرجع تفرد هذا الماسينيون في مجال الدراسات الشرقية إلى سعة اطلاع، عمق نظر، غزارة علم، إلمام باللغة العربية، رحلات متعددة لبلاد الشرق الإسلامي، صلات وثيقة بالمؤسسات العلمية الإسلامية، قيامه بالتدريس كما يتعلم يعلم. صحيح إن ماسينيون اتعرف بشكل كبير عندنا واشتهر بشكل كبير عندنا هنا، يعني العالم الإسلامي، بدراساته في التصوف الإسلامي وفي الحلاج على وجه الخصوص، لكن الحقيقة إن ده في الواقع جانب من جوانب فكر واهتمامات ماسينيون، لأنه أولاً في بداياته كانت له عناية بالآثار الإسلامية، بدأ أثري. انتقل من الآثار إلى دراسة النظم الاجتماعية في البلاد الإسلامية، الدراسات الفلسفية والعلمية، ثم دخل على دراسة الشيعة بكل تطوراتها تفرعاتها، قرامطة بقى على النصيرية على إسماعيلية، كانت تستهوي المذاهب الباطنية والحركات السرية اللي نمت من المؤكد على هامش الحكم الإسلامي. حياة ماسينيون ما أبدا خلت من ملامح درامية. مثلا ما حدث له في سن 25، حكم أحد الضباط العثمانيين عليه بالإعدام بتهمة التجسس. كان وصل بغداد هو سنة 1908 بعثة أثرية يبحث عن قصر جنوبي بغداد، اعتقلوه، مر في الاعتقال بتجربة صوفية. ده اللي عملت نقلة كبيرة في حياة ماسينيون، ويمكن حتى علاقته الشديدة بالصوفية. توسط له رجلان من مشايخ الصوفية الموقرين في بغداد فأطلق سراحه. أحد هؤلاء المشايخ اداله خاتم يحمل اسم محمد عبده ماسينيون. فضل ماسينيون يوقع بهذا الخاتم، خاتم يعني إما خاتم هذا النوع مكتوب عليه الاسم، بيقوم ماضي عليه بيوقع بيه رسائله طوال حياته. نقدر نقول بكل اطمئنان ان التجربة دي حددت فيما بعد قدر ماسينيون، مصيره وحياته، ألهمته العيش متصوفا. حياته كلها أوقفت على البحث عن أسرار روحية في الثقافة العربية الإسلامية. امتلك ماسينيون رؤية مختلفة للواقع العربي في زمنه. حاول أن يجد صلات وصل قوية بين إيه وإيه؟ بين عالمه المسيحي والعالم الإسلامي. لا صلات الوصل دي لاها من خلال شخصية الحلاج. ولعل استغراق ماسينيون استغراق حقيقي وطويل وعميق وبعيد جدا في دراسة التصوف الإسلامي جعل منه في النهاية متصوفا. تلك النظرة التسامحية الفريدة اللي بتدعو للوئام، للمحبة، للتسامح بين أبناء جميع الديانات. ظل طوال حياته باحثا في العقائد والآثار الدينية، مفكرا متصوفا، إلى أن جاء موعده مع الموت في ستينيات القرن الماضي. كانت إيه آخر كلماته؟ آيات من القرآن الكريم لن يجيرني من الله أحد. الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. نفس الآيات اللي ترددت على لسان صاحبه الحلاج حين صلب الحلاج.